اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء يماني فغطيتني به فأتيته بي وسخت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما عليه صلوات فما كانت إلا ساعة وعز بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت له فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات الله
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بتغفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. فقال لي بين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستكفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يعني والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفلين من محافلين أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجتي إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.